خسرها. انا خدمت نادي الهلال 17 عام، ولكن كوفيت بايش؟ بعدم الاحترام، بعدم التقدير، بعدم المبالاه. في نهايه عقدي تقريبا قبله بثلاث شهور كان في تسليم رواتب في النادي، فجيت استلم الراتب، قال لي المسؤول لجنه الاحتراف بالحرف الواحد: يا تركي فلوسك مو بعندنا، راح استلمها من الاتحاد السعودي. هذا معقول؟ لاعب محترف تقول لي فلوسك مو بعندنا راح استلمها من الاتحاد السعودي؟ هذا شو يدل عليه؟ على عدم وعي، على عدم تقدير واحترام للشخص اللي خدم النادي. وللاسف هذا الشخص اللي كان مسؤول لجنه الاحتراف ما له الا سنتين في نادي الهلال.